استطاع الآلاف من النازحين في قطاع غزة العودة لتفقد منازلهم المدمرة مباشرة بعد دخول تهدئة تم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، فيما سحب الجيش الإسرائيلي كل قوته من القطاع. وقبل بدء المفاوضات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل والفصائل الفلسطينية بواسطة مصرية، أكدت حماس رفضها طرح نزع سلاح المقاومة الذي تطالب به إسرائيل كشرط لتهدئة دائمة في القطاع. نحن مرتاحين إلى التنسيق الذي تم بشكل وثيق مع الأشقاء في مصر، ونتطلع إلى أن يسند هذا الموقف المصري أيضا إجماع عربي ودولي يسمح بممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل تقود إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة. وقد وصل وفد من 3 مسؤولين إسرائيليين إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات من أجل الوصول لهدنة دائمة. لا نريد قذائف ولا أنفاق إرهابية، نريد التأكد من أن حماس سوف لن تتمكن من إعادة بناء ترسانتها الإرهابية العسكرية الهائلة، وينبغي أن نتحدث على المدى الطويل بشأن إخلاء غزة من السلاح. وقدرت قيمة الخسائر المباشرة للعملية الإسرائيلية بين 4 و6 مليارات دولار، ثم إن الدول المانحة ستجتمع في النرويج في أيلول سبتمبر المقبل للبحث في تمويل إعادة إعمار غزة.